أجمل ما قرأت عن الكرامة: أن تكون وحيدا خير لك من أن تكون بديلا. لا تجبر نفسك على أحد ولا تجبر أحد عليك. أن تستند على عصا أفضل لك من أن تستند على كتف لا يريدك. لا تفعل المستحيل لشخص لا يفعل لك الممكن. لا تخسر نفسك وأنت تحاول الحفاظ على من لا يهتم لفقدانك. لا تعاتب من يتقصد عمل أشياء تؤذيك، بل بكل بساطة ابتعد عنه وابعده عن حياتك.